ملامح الاقتصاد المغربي تناقش هنا على طاولة الاجتماع الذي عقدته لجنة المالية والتنمية الاقتصادية بمجلس النواب. عزم ثابت متين يرتقي بعالم المال والأعمال. اللقاء شكل مناسبة لمناقشة جاذبية نص الميثاق الجديد للاستثمار. الحكومة جات بهذا الميثاق الجديد اللي هو عنده واحد الدعم غير سابق، يمكن يوصل 30% ديال المبلغ ديال الاستثمار. فيه واحد نظام ديال الدعم مختلف وواضح، فيه تيهم المجال وتيهم القطاعات الاستراتيجية ديال البلاد. الأغلبية والمعارضة متفقتان على تحفيز الاستثمار وتحقيق الحكمة ودعم القطاعات الاستراتيجية، هي ثوابت الميثاق الجديد للاستثمار. ميثاق لم يغفل المقاولات الصغيرة جدا والصغيرة والمتوسطة، كما يعد هذا الميثاق محفزا جديدا يمنح للمغرب مكانته التي يستحق ويجد إجابات عملية للنهضة الاقتصادية.